بدونك رب حياتي هباء. فكن في جفاف المعين الأمين، فغيرك ينطرني بالآراء، ووحدك تهدي إلي اليقين. نظرت إلي وقلت تعال، فغصت بذاتي لكي أسمع، وكنت بحالي وصرت بحالي، ولم أستطع إلا أن أتبع. إذا في سبيلي إليك هويت، إذا سيج الشك قلبي بك، إليك هرعت وفيك ارتميت. تذكر مقام به حبك، نظرت إلي وقلت تعال، وغصت بذاتي لكي أسمع، وكنت بحالي وصرت بحالي، ولم أستطع إلا أن أتبع. إلهي إليك ومعك أسير، فواكب خطايا بعزم الطريق. فيا طيب يوم اللقاء الأخير، بخدرك أغفو وفيه أفيق. نظرت إلي وقلت تعال، فغصت بذاتي لكي أسمع، وكنت بحال فصرت بحال، ولم أستطع إلا أن أتبع. نظرت إلي وقلت تعال، فغصت بذاتي لكي أسمع، وكنت بحال فصرت بحال، ولم أستطع إلا أن أتبع. بدونك ربي حياتي هباء، فكن في جفاف المعين الأمين، فغيرك يمطرني بالآراء، ووحدك تهدي إلي اليقين. نظرت إلي وقلت تعال، فغصت بذاتي لكي أسمع، وكنت بحال وصرت بحال، ولم أستطع إلا أن أتبع. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. سيادة المطران المعين جمال خضر النائب البطريركي اللاتين في الأردن جزيل الوقار، إخوتي الكهنة الأحباء، أخواتي الراهبات، الأخت أسيل حجازين، الأخت لين هلسة، أيها الأخوات والإخوة الأعزاء الحاضرون معنا في الكنيسة والمشاركون عبر وسائل الإعلام، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح فيه ولنتهلل. أرحب بكم أجمل ترحيب في رعية سيدة الكرمل في الهاشم الشمالي، ونحن في هذا الزمن الأربعيني المقدس كلنا فرح واغتباط لاستقبال الأختين أسيل حجازين ولين هلسة، اللتين أبرزتا النذور الأولى في رهبانية القديسة دوروثيا بنات القلبين الأقدسين. سيدنا جمال، اسمح لي باسمي، باسم الأخوات الراهبات والشماس عماد والفعاليات الرعوية كافة وجميع أبناء رعية سيدة الكرمل في الهاشم الشمالي، أن نشكر الله أولاً ونبارك لكم تعيينكم أسقفاً معاوناً في الأردن الحبيب من قبل قداسة البابا فرانسيس. ألف مبروك سيدنا ولسنين عديدة يا سيد، بنعمة وبركة ربنا وشفاعة الأم البتول. الأختان العزيزتان أسيل ولين بنات هذه الرعية سيدة الكرمل، هذه الرعية
العريقة بماضيها وبحداثة حاضرها وأمل ورجاء المستقبل التي أعطت وتعطي وستبقى تعطي دعوات كهنوتية ورهبانية من شباب وشابات يسمعون صوت الرب ويلبون نداءه. الأختان العزيزتان، إن النذور الرهبانية وإن كانت اختياراً شخصياً هي أيضاً علامة من علامات نهضة الكنيسة ونموها وقداستها. لا شك أن الراهبة هي التي تعيش النذور، إلا أننا جميعاً كلنا نتنعم بحضور المسيح في حياة المكرسة له، وكأن الراهبة تختصر حبنا للمسيح بتكريس حبها له، فنختارها كأجمل ما عندنا لتقدم له أجمل ما عندها حياتها. إن الحب في حياة الراهبة هو مختلف عما نألفه من معان لهذه الكلمة. هذا الحب يعلمنا أن نستمد معناه العميق من خلال تلك العلاقة الرائعة مع يسوع لنتمرس فيه على العطاء والتقدمة. ليس لأحد حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. فهذا الحب يتميز ليس بالعطاء وحسب، بل بالعطاء الفرح، هذا الفرح النابع من حب يسوع الذي تعيشه الراهبة هو رسالة بحد ذاتها، لذلك تسعى بجدية لنشره. أيها الأحباء جميعاً، أدعوكم لنصلي إلى الله لكي تبقى كل من الأخت أسيل والأخت لين طيل أيام حياتهما بالمشاعر نفسها التي تختبرانها الآن في هذه اللحظات المقدسة. نصلي معهن ومن أجلهن حتى يكون دائماً على مثال قلب الرب يسوع الأقدس وقلب أمه مريم الطاهر. ختاماً، أقدم أحر التهاني للأختين أسيل ولين، لأهلهما الأحباء الذين كانوا الرهبانية الأولى التي احتضنت دعوتهما، لرهبانية القديسة دوروتيا بنات القلبين الأقدسين لنا جميعاً، وأمنا مريم العذراء سيدة الكرمل التي وقفت تحت أقدام الصليب تقف معكما وتحميكما وتتشفع لكما. ألف مبروك وأهلاً وسهلاً بالجميع. والآن لنحضر أنفسنا لنبدأ هذا القداس، قداس الشكر لله. حضر أنفسنا بندامة على خطايانا وبطلب رحمة الله لنا جميعاً. أنا أعترف لله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة، يعني خطأت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية، إلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة، تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. Yeah.
أيها الرب الإله، لقد أرسلت كلمتك الإلهي إلى العالم لتصالح به الجنس البشري مصالحة عجيبة. فهب للشعب المؤمن أن يدنو بإيمان وعبادة من الأعياد المقبلة بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر يشوع. في تلك الأيام نزل بنو إسرائيل بالجلجال وصنعوا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر عشاء في صحراء أريحة، وأكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في ذلك اليوم عينه. فانقطع المن من الغد منذ أكلوا من غلة الأرض، فلم يكن لهم من من بعد. وأكلوا من غلة أرض كنعان في تلك السنة. كلام الرب. ويسبحه لساني على الدوام. بالمولى تعتز نفسي فيسمع البائسون ويفرحون. جلال الرب أجله معي، ولنعظم اسمه أجمعين. دعوت الرب فأجابني، ومن جميع ما أرهب خلصني. في للرب نذوري، قلت أنت سيدي، أنت حظي هلموا انظروا إلي، تشرق جباهكم فلا يعلو الخزي وجوهكم. ذا البائس دعا الرب فسمعه، ومن جميع شدائده خلصه. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، إذا كان أحد في المسيح فإنه خلق جديد، قد زالت الأشياء القديمة وقد جاءت أشياء جديدة، وهذا كله من الله الذي صالحنا بالمسيح وعهد إلينا في خدمة المصالحة، ذلك بأن الله هو الذي صالح العالم في المسيح ولم يحاسبهم على زلاتهم، وجعل على ألسنتنا كلام المصالحة. فباسم المسيح نحن سفراء، والله هو الذي يدعوكم بلساننا، فنسألكم باسم المسيح أن تصالحوا الله. ذاك الذي لم يعرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا كيما نصير به بر الله. كلام الرب. الشكر لله.
أقوم وأمضي إلى أبي فأقول له: يا أبتي، إني خطئت إلى السماء وإليك. من بشارة القديس لوقا الإنجيل في ذلك الزمان كان العشارون والخاطئون يدنون من يسوع جميعاً ليستمعوا إليه، فكان الفريسيون والكتبة يقولون متذمرين: هذا الرجل يستقبل الخاطئين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل قال: كان لرجل ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبتي، أعطني النصيب الذي يعود علي من المال. فقسم ماله بينهما، وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل شيء له وسافر إلى بلد بعيد، فبدد ماله هناك في عيشة إسراف. فلما أنفق كل شيء أصابت ذلك البلد مجاعة شديدة، فأخذ يشكو العوز. ثم ذهب فالتحق برجل من أهل ذلك البلد فأرسله إلى حقله يرعى الخنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلا يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك هنا جوعا، أقوم وأمضي إلى أبي فأقول له: يا أبتي، إني خطئت إلى السماء وإليك، ولست أهلا بعد ذلك لأن أدعى لك ابنا، فاجعلني كأحد أجرائك. فقام ومضى إلى أبيه، وكان لم يزل بعيدا إذ رآه أبوه فأشفق عليه وأسرع إليه، فألقى بنفسه على عنقه وقبله طويلا. فقال له الابن: يا أبتي، إني خطئت إلى السماء وإليك، ولست أهلا بعد ذلك لأن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أسرعوا فآتوا بأفخر حلة والبسوه، واجعلوا في إصبعه خاتما وفي رجليه حذاء، وآتوا بالعجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونتنعم، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فأخذوا يتنعمون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما رجع واقترب من الدار سمع غناء ورقصا، فدعا أحد الخدم واستخبر ما عسى أن يكون ذلك، فقال له: قدم أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه لقيه سالما. فغضب وأبى أن يدخل، فخرج إليه أبوه يسأله أن يدخل، فأجاب أبوه: هأني أخدمك منذ سنين طوال وما عصيت لك أمرا، فما أعطيتني جديا واحدا لأتنعم به مع أصدقائي. ولما رجع ابنك هذا الذي أكل مالك مع البغايا ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني،
أنت معي دائما أبدا، وجميع ما هو لي فهو لك، ولكن قد وجب أن نتنعم ونفرح، لأن أخوك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. كلام تسيل جزين أخت لين هلاسي، ألف مبروك. احتفالنا اليوم هو شكر لله على جميع نعمه، وشكر لله على هذه النعمة الكبرى في التكريس له. شوفونا الميكروفونات. إخواتي الكهنة، إخواتي الراهبات، الأهل الكرام، أيها الإخوة والأخوات، قداس الشكر هو قداس فرح، نفرح لنعم الله، وكلمة الفرح تتكرر، كلمة الفرح تتكرر كثيرا في قداس اليوم في القراءات التي استمعنا إليها. في آية الدخول تبدأ بإفرحي يا أورشليم، وابتهجوا بها يا جميع محبيها، تهللوا معها تهللا. تبدأ القداس اليوم بدعوة إلى الفرح. وفي الإنجيل المقدس أيضا هنالك الفرح بعودة الابن الضال. نفرح اليوم مع الأختين أسيل ولين، شكرا لله على نعمة التكريس الرهباني. التكريس هو سبب فرح، لأن المكرس هو الذي وجد الكنز المخفي، هو الذي وجد اللؤلؤة الثمينة الثمينة. وكما يقول لنا الإنجيل، فذهب لشدة فرحه فباع كل شيء واشترى ذلك الحقل واشترى تلك اللؤلؤة لشدة فرحه. الله هو الكنز الحقيقي، الله الذي يستحق منا كل تكريس، هو فرحنا وهو فخرنا. سعادتكم تكمن هنا، تكمن في تكريسكم لله، في عيشكم في بيت الأب السماوي. تعيشون هذا التكريس من خلال الدير، تعيشونه من خلال حياتكم اليومية، وهنا تجدان سعادتكما فعلا مع الله. هذا اللي يعلمنا إياه الإنجيل المقدس، فلنتمسك بهذا الفرح الحقيقي الداخلي الذي يمنحنا يا الله. في قول لأحد أباء الصحراء اللي كان يعيش في دير في مصر في القرون الأولى، إن شاء الله ينطبق على كل الأديرة لليوم، كان يقول: لو يعرف العالم مدى السعادة والفرح الموجودة داخل الدير لاقتحموا الدير بالقوة. هنا هنا نعيش سعادتنا، هنا نعيش فرحنا، هنا نعيش تكريسنا لله. فليكن هذا التكريس مصدر فرح لكم دائما. ألف مبروك. الإنجيل اليوم بيحكي لنا عن الفرح، الفرح بعودة الابن الضال إلى البيت الوالدي، العودة إلى بيت الأب، حيث يأكلون، حيث يدعو الأب إلى ذبح العجل المسمن، فنأكل ونتنعم، فأخذوا يتنعمون. العودة إلى بيت الأب، الأب السماوي، هو سبب الفرح. في إنجيل اليوم كما هو الحال في كثير من الآيات ومن الأماكن في الكتاب المقدس، المأدبة الأكل هو علامة فرح. وهنا مثلا عودة الابن الضال، كيف نفرح؟ نعمل مأدبة، مأدبة لجميع الناس. السيد المسيح يقول لنا: يشبه ملكوت الله ملك أقام مأدبة لابنه. وهذه تتكرر كثيرا، حتى في القراءة الأولى اللي سمعناها عندما دخل الشعب
إلى أرض الميعاد في أريحا، أكلوا من فطيرا وفريكا وأكلوا من غلة أرض كنعان. وصلوا إلى الأرض الميعاد فتوقف المن اللي هو أكل الصحراء، أكل الفقراء، يأكلون من غلة الأرض، وهي علامة على دخول الملكوت. إذا يشوع أدخل الشعب، فكلمة يشوع معنى كلمة يسوع، ويشوع هي نفسها، يدخلنا إلى الملكوت السماوي حيث نتنعم ونفرح. في المثل، عندما ابتعد الابن عن بيت أبيه ماذا حصل معه؟ لم يجد ما يأكله، عانى من الجوع، حتى لم يستطع أن يأكل من الخروب الذي تأكله الخنازير، ولم يجد ما يأكله. يعني هذه الحالة التي وصلها الابن يصفها لنا المثل على أنه جاع. وعندما فكر بأن يعود إلى أبيه ماذا قال؟ كم أجير يفضل عنه الخبز في بيت أبي؟ يفكر في الأكل، وأنا أهلك جوعا. بعيد عن البيت الأبوي هنالك الجوع، فقط في هذا البيت يجد الخبز والفرح والخير. مكاننا الطبيعي هو مع الآب السماوي، معه نجد السعادة والخير وراحة الضمير. نحن في زمن الأربعيني، زمن التحضير لعيد الأسبوع المقدس ولزمن الفصح، وسمعتموها وستسمعونها من كهنة الرعاية خلال هذه الفترة، أن نعود إلى الله بالاعتراف، أن نعمل مثل الابن الضال، نعود إلى أنفسنا ونرى حالنا وضعنا عندما نكون بعيدين عن الله، نرى ما هي الخطايا التي أبعدتنا عن الله، أو بالأحرى بالعكس نرى بعدنا عن الله الذي تسبب في أن نرتكب خطايا. كلما ابتعدنا عن الله عشنا في الجوع والعوز، لم نشعر، فقدنا، نفقد هذه السعادة. أحيانا نعمل مثل الابن الضال، نسعى وراء ملذات، وراء أوهام بالسعادة يقدمها لنا العالم. الابن الضال أريد حصتي من المال، بدي أعيش على طريقتي، بدي أنبسط بالمصاري. هل وجد السعادة فعلا؟ بعيدا عن الله لا نجد السعادة، فقط عندما نعود إلى الله، على مثال ابن السماوي الذي أولا رجع إلى نفسه، فحص ضميره، وين أنا، وين وصلت، ومن ثم أخذ الخطوة، قام وعاد إلى أبيه، قام وعاد إلى أبيه. وهنا يجد الآب الذي الذي ينتظره، والذي أسرع إليه واحتضنه وعاد إليه كرامة الأبناء. على مثال هذا الابن، لنعود إلى أنفسنا حتى فعلا نعود إلى الآب السماوي، إلى البيت الأبوي. القصة لم تنتهي هنا في إنجيل اليوم. في المثل هنالك الابن الأكبر الذي يظن نفسه أنه يعيش في البيت الأبوي، يقول له: لم أتنعم بخيرات، لم تعطيني جديا لأتنعم، أوكل وأنا وأصحابي، كمان صورة الأكل والتنعم فيها. كان يشعر حاله أنه غريب، يتعامل مع أبيه وكأنه سيد وليس أب. ما عصيت لك أمرا، وكأن علاقته مع أبوه هي علاقة أوامر وطاعة، مش علاقة محبة وشركة في هذه الحياة في بيت الأب. الأب الذي يقول له: أنت ابني، ما هو لي فهو لك، يعيش في شركة، يدعوه إلى أن يعيش في شركة مع أبيه، يتنعم في البيت الأبوي، بينما هو ينظر إلى الأب على أنه هو سيد يلقي أوامر. لم أعصي لك أمرا، وكأنه هو عبد للأب السماوي. إنجيل اليوم يدلنا من خلال هذا المثل على هذه السعادة الحقيقية التي نجدها في مكاننا الطبيعي عند أبينا السماوي. إذا ابتعدنا عنه سنشعر بالجوع والعوز، وسنشعر بهذا البعد وبهذا القلق، ولا نستطيع أن
نعيش في الراحة والطمأنينة والسلام وراحة البال وراحة الضمير إلا إذا كنا مع الأب السماوي. هنيئا للراهبتين على هذا التكريس. التكريس هي مسيرة، تعرفوا أحسن مني، فلتكن هذه الانطلاقة بنعمة الله، لتكن بنعمة الروح القدس ليمنحكما أن تسيراني في هذه الطريق فتخدمان الله والقريب وتجدان السعادة في البيت الأبوي. آمين. نعلن إيماننا ونقول نؤمن بإله واحد، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يملك الأرض ما يملك الأرض، هو يقين واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم معه وتأنس وصلب عنا على عهد إغلاص المجرم تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليقيم الأحياء والأموات التي لا فناء لمجده وبالروح القدس الرب المحيي المنبث من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف معمودية واحدة لما اختلف الخطايا أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لننضم إلى أخواتنا أسيل ولين اللواتي يقدمن حياتهن للمسيح بالاتحاد مع الذبيحة الإفخارستية، ولنوجه صلاتنا الحارة إلى الله الآب بواسطة ابنه يسوع المسيح وبشفاعة مريم البتول والمصلي. من أجل قداسة البابا فرانسيس وبطرياركنا بيير باتيستا وأسقفنا جمال والكهنة والشمامسة لكي تنيرهم وتعبدهم نعمة الله حتى يثبتوا بالأمانة على قيادة الشعب على طريق القداسة إلى الرب نطلب. من أجل عائلاتنا الرهبانية وجميع الإخوة العلمانيين الذين يشاركوننا هبة الكاريزما حتى نطيع إلهامات الروح فنحسن السير معاً في السينودوس ونتعاون بشكل فعال على إظهار محبة الله للبشرية. إلى الرب نطلب. من أجل عائلات الأخت أسيل والأخت لين حتى يشعروا وهم يشتركون بالإيمان في دعوة بناتهم بأنهم جزءاً من خطة محبة الله فيرافقونهم بالصلاة والمحبة، نذكر بشكل خاص والد الأخت أسيل حتى ينعم بالسلام الأبدي ويتشفع من السماء لتنال ابنته نعمة الإمانة لعطية التكريس. إلى الرب نطلب. من أجل الأخت أسيل والأخت لين اللتين دعاهما الله الرحيم من أجل الأخت أسيل والأخت لين اللتين دعهما الله الرحيم لخدمته حتى تصبحا على مثال مريم من تلاميذ المسيح الأمناء فتقتديان به أكثر فأكثر وحتى تتمكنا بشفاعة قديسين خاصة القديسة برتيلا على مساعدة الشباب على اتخاذ خيارات شجاعة في الحياة
إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل جميع المتألمين جسدياً وروحياً، لكي يختبروا من خلال قرب وتضامن الإخوة والأخوات حنان مريم الأمومي الذي يعتني بهم ويمنحهم الرجاء والعزاء، إلى رب نطلب. اللهم من دعا ويدعو دعوة، انظر إلى أخواتنا اللواتي التزمنا أمامك وبنعمتك في النذور المؤقتة ضمن بنات القلبين الأقدسين، أعطهن أن يكن في الكنيسة المتأملات سرا في قلب يسوع ابنك وعلامة محسوسة لمحبتك. ثبتنا جميعا في خدمتك المقدسة بالمسيح ربنا. جلوس. يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. اللهم إنا نرفع إليك قرابين الفداء الأبدي فرحين، فامنحنا أن نكرمها بإيمان حي وأن نقيمها بوقار لأجل خلاص العالم، بالمسيح ربنا. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان،
أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي، يا من يرضى عن صومنا تقدمة لمجده الإلهي العظيم، فأن الصوم الذي يكبح كبرياءنا نحن الخاطئين يعلمنا أن نكون رحماء كما أنك أنت رحيم، وأن نكسر خبزنا للجائعين. لذلك مع جوقات الملائكة بصوت واحد نعظمك على الدوام قائلين: وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقرب لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الأب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي، الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نذكر مماتك إلى أن تأتي. لذلك أيها الأب فيما نحيي لنا ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، والقديسة دروتيا
فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بير باتيستا وجمع الأساقفة وسائر الرهبان والراهبات والإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحنن لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك الأبد بربنا يسوع المسيح الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. في الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح ندعو الله أب لنا، فنحن جميعا إخوة بهذه الروح لنصلي معا ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ علينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلامة في أيامنا، عضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. يكن سلام الرب معكم دائما. بالمحبة تبادلوا سلام المسيح. سلاما أترك لكم، حامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب.
مكان، احميني من نفسي واقبلني لك. سارت بي الدرب بعيدا عن عيني، ومشيت دنيا تتوق لي يدي. رداني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. رداني بحبك وشدني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. أنا ملكك. زادت في الرغبة ليكون ملكك، املأني دوما من حبي لك. منذ أن عرفتك استعددت قربك، ما عدت أطلب في الدنيا غيرك. رداني بحبك وشدتني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. رداني بحبك وشدتني إلي، فمن اليوم أنا ملكك. ها أنا ملكك. وجهي في عينيك ووجهك بيتي، راحة المنشودة وفرح قلبي. من دمع عيني الدوام. قل ها أنا يا سيدي.
لنصلي. اللهم يا نور كل إنسان آت إلى هذا العالم، أضئ ببهاء نعمتك في قلوبنا، فلا تتوخى أفكارنا سوى ما يرضي جلالك العظيم، ونخلص لك الحب على الدوام بالمسيح ربنا. باسمي وباسم كاهن الراية وباسم جميع الراهبات المتواجدات، نشكرك سيدنا جمال على ترأسك لهذا القداس الاحتفالي. بنأكد صلاتنا لإلك ولمهمتك الرسولية الجديدة، كما بنشكر كاهن رعيتنا أبونا فرح حجازين والشماس عماد متعروة فرح من فرح بدر وشماس عماد متاروة لكل ما قدموه في هذا الاحتفال. نتقدم بالشكر بشكل خاص لموقع أبونا أورب لبثه لهذا القداس. نشكر جميع الحضور من كهنة وراهبات ومؤمنين. شكر خاص للأهل، أهل سور أسيل وسور لين اللي وهبوا بيعتهم للرب. نرفع صلاتنا لإلكم، بنرافقكم ونطلب كمان مرافقتكم إلهم كمان في هاي الرسالة الجديدة لإلهم. نشكر فرقة الترتيل اللي أحيت هذا القداس بصوتها العذب، وكمان فرقة الكشافة. نتذكر كمان إنه هاي الرعية رعية أعطت كتير من الكهنة ومن الرهبات، نصلي لها لتبقى قلب نابض بالإيمان والمحبة حتى تهب الكنيسة دعوات كهنودية ورهبانية جديدة. شكرا.
شكر لربنا دائما بعد ما شكرت المسير. بس بحب احكي بعد ما خلص القداس يكون في ترتيلة الخروج، يا ريت نضل بأماكننا ريثما يخرج موكب سيادة المطران مع الآباء مع الراهبتين الجديدتين أهلهما حتى يتم السلام على سيدنا وعلى سير أسيل وسير لين في ساحة المدرسة. لنصلي. الإله الرحيم الذي أعطاكم في آلام ابنه الوحيد مثالا على المحبة يمنحكم بركته من العلا في خدمتكم لله والإخوة أجمعين. آمين. وأنتم الذين تؤمنون بأن موت المسيح في الزمان قد نجاكم من الموت الأبدي أنالكم الله يوما الحياة الخالدة. آمين. فإذا ما اقتديتم بالمسيح في تواضعه شاركتموه في مجد القيامة. آمين. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. I'm